تشهد أسواق الديوانية زحاما كبيرا من قبل المتبضعين ولمختلف الأعمار دون الالتزام بالإجراءات الوقائية وغياب الرقابة الصحية مع تفشي جائحة كورونا، ما قد يساعد في انتشار الوباء، لا سيما وأن هنالك تحذيرات من موجة جديدة للفيروس مع قرب حلول فصل الشتاء. كل اللي طب الأسواق وجماعة الأسواق ما جاي تلبس الكمامة، اشتروا شارع العلاوي الناد يوم قلت له عم البس كمامة، والله حتى هسه اشتريت كماماتي واحد وطيته، قلت له عم البسها تعد العالم، انت ليش؟ قال والله عندي حساسيه، قلت له لا ما نخاف ليش تعد العالم قطيه. ما يروح الى بيئه تعبانه، كان تكون بيئه اسواق شعبيه مزدحمه، اسواق الخضار والسمك والى اخره، بهذه مخصب مناطقنا احنا من البيئه لازم نساعدنا بالنظافه انه يتوقع. فيما دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والابتعاد عن التجمعات والأسواق المكتظة بالمتبضعين وتجنب المصافحة والتقبيل لضمان عدم انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الآخرين. وجاي نشوف العالم ما جاي تلتزم، يعني لا كمامات لا شوف لا يعني التباعد مطلوب، يعني الناس ما ملتزمة، هاي جائحة خطرة يعني. فاللي نترجاه من الناس الالتزام بالكمامه الوقايه، واكو عادات يعني مع الاسف بالمجتمع العراقي موجوده، يعني عاده السلام والمباوس هاي المفروض واحد يعني يتجنبها، لان هي هاي السبب الرئيسي للعدوى. التزام المواطنين بالاجراءات الصحيه والوقائيه وتجديد الرقابه بحق المخالفين من قبل الجهات المختصه من اهم السبل لضمان عدم انتشار فيروس كورونا الذي يشكل خطرا على حياة الكبار والصغار دون استثناء. أمين محمد الهلالي، العراقية الإخبارية، الديوانية.